آخر مع أول إطلال السنة بقول كل عام وأنتم بخير كمان مرة تانية لكل اللبنانيين، وإن شاء الله تكون سنة خير، لأنه اليوم حقيقة الاجتماع مع فخامة الرئيس بعتبر كان مثمر جدا. فاتفقنا أنا وفخامة الرئيس أولا حأودع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وستفتح الدورة فورا من هلأ لحديت ما تبدأ الدورة العادية. الأمر الثاني كمان أبلغت فخامة الرئيس أنه الموازنة العامة لسنة 2022 صفت حاضرة وتقريبا خالصة، وحأستلمها بهاليومين. فور استلامها صار من الضروري انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، لأنها شرط أساسي أمام صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية اللي عم نقوم فيها. فكمان حندعي مجلس الوزراء فور استلام الموازنة للنظر بالموازنة اللي هي أهم أمر للدولة بالوقت الحاضر وأرسلها لمجلس النواب. الأمر الثالث كمان اتفقت أنا وفخامة الرئيس على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين والإدارات العامة اللي وعدنا فيها أن نصف شهر تشرين تاني ونصف شهر كانون أول كمان سيفرج عنها اليوم بإذن الله. شكرا لكم، بقى إن شاء الله سنة خير. لا، بعتقد أنه الجدول أعمال ووجود الموازنة صف أكثر من ضروري اجتماع مجلس الوزراء، وما بعتقد حدا حيتقاعص عن الحس الوطني تاعه. شكراً.